مساء الخير سجال. لا ينتهي عن دور الإعلام في العالم وفي المنطقة العربية، لا سيما بعد ما حصل في الربيع العربي. هناك من يتهم وهناك من يشكر وجود هذا الإعلام. نحاول أن نبحث هذا الأمر في نقاش عن مسار مرتبط لهذا الإعلام العربي. نقاش هذا المساء مع الأستاذ حميد الكفائي، وهو باحث أكاديمي وكاتب سياسي. أهلا بك أستاذ حميد. طبعا الإعلام العربي في الفترة الأخيرة ما قبل الربيع العربي اعتبر في فترة من الفترات أن قفزة نوعية، البعض اعتبر أن هذا الإعلام يتقدم على المجتمع، المجتمع لا يريد إعلام بهذه الجرأة وهذا التقدم. لكن بعد ذلك أصبح هناك جدل سبب الربيع العربي. أولا، هل رأيك أن هذا الإعلام العربي له دور في إطلاق ما حصل في المنطقة، أم أنه واكب رافق حلق فوق ما حصل؟ أعتقد أن كان له دور كبير في إطلاق الربيع العربي، ولا ننسى أن الربيع انطلق من الفيسبوك وانطلق من المواقع الإلكترونية ومن الرسائل النصية التي ترسل عبر الهواتف المحمولة، وهذه كلها وسائل إعلام جديدة على المجتمع العربي وكذلك على المجتمعات الأخرى. ربما أكثر جدة على المجتمعات العربية، لأنها بدأت في التسعينات، بينما بدأت في المجتمعات الأخرى الغربية تحديدا بدأت في الثمانينات. بالتأكيد وسائل الإعلام الحديثة ووسائل الاتصالات يعني والفضائيات لها دور كبير. حتى الآن لا نعرف إذا فعلا هذا الإعلام بشكل عام، سواء كان الإعلام الجديد أو الإعلام التقليدي، كان وراء تفجير ما حصل، وهو شيء مهم، لأنه هل من فجر الثورة في تونس هو الانترنت والتويتر، أم أن هناك شيء آخر ميداني حصل التحقت به أدوات أخرى؟ هل من يستخدم الإعلام الجديد الإلكتروني سواء كان فيسبوك أو كل ذلك هو نفسه الشخص الذي ينزل إلى الميدان؟ هل هذه الملايين تستخدم ذلك، أم نحاول نحن العرب أن نجد حجة معينة لقول أن هناك شيء آخر سحري؟ هو طبعا هناك ظروف هيئت لمثل هذه الثورات، يعني لو لم تكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في تونس مثلا التي بدأ فيها الربيع العربي، لو لم تكن الظروف مهيئة للتغيير لما حصل التغيير. ولكن من الذي وفر أسباب هذا التغيير؟ من الذي أطلع الجماهير التونسية على المشاكل التي حصلت في قضية محمد البوعزيزي مثلا؟ لو لم تتوفر وسائل الإعلام ولو لم تعلن وتنشر هذه القضية وتفاصيلها، لو لم تنشر لما حصل ما حصل بالطريقة التي حصل فيها. طبعا الثورات ليست جديدة، هناك ثورات حصلت في السابق، الثورة الفرنسية والثورة الإيرانية والثورة الروسية، ولكن الإعلام الحديث والإعلام الاجتماعي تحديدا له دور كبير في نشر هذه الأخبار. والصور، يعني الصور لها وقع أكبر من الكلام فقط، لأن الصور تعطي مصداقية للحدث. يعني الحدث الذي لا يحمل صورة ولا يحمل صورة سواء كانت متحركة أو ثابتة يفتقر إلى المصداقية. لذلك هذه الصور التي بثت حول القضايا التي حصلت في تونس وفي مصر وفي سوريا وفي ليبيا كان لها دور كبير في توعية الناس، وهم بالتأكيد مثل ما تفضلت أنهم هؤلاء هم يستخدمون الإعلام وهم أنفسهم يذهبون إلى الساحات ويحتجون. وكأنك تقول أستاذ حميد الكفاية، وكأنك تقول أن لو افترضنا أن هذا الإعلام غير موجود فكانت هذه الثورات لم تكن لتستمر. أعتقد أن الإعلام هو يعني أعطى هذه الثورات الوسيلة للنجاح. يعني لو لم يكن الإعلام موجودا لما تضافرت جهود المحتجين كي يشكلوا قوة كبيرة تتمكن من الإطاحة بالنظام. نحن نعرف أن هذه الأنظمة، نظام بن علي ونظام مبارك ونظام القذافي، هذه أنظمة قوية وهي مسيطرة منذ عشرات السنين. ما الذي جعلها تتهاوى هكذا؟ قوة الجماهير، إدراكها بأن الجماهير سوف تتمكن منها،
الجماهير كيف توحدت؟ كيف توحدت الجماهير؟ توحدت بسبب أيضا بسبب المعلومات المتوفرة لديها، بسبب إدراكها أن بإمكانها أن تطيح بهذه الأنظمة، لأن الجماهير أيضا لا تعرف عن مدى قوتها وما يجري حولها إلا من خلال وسائل الإعلام. إذن وسائل الإعلام كانت أساسية، دورها كان أساسيا، ولكن لم تكن لم تخلق شيئا من لا شيء. كان هناك ظروف مهيئة، كان هناك فقر وظلم اجتماعي وتخلف، كل هذا أيضا كشفته وسائل الإعلام، وهو جماهير تدرك هذه الظواهر لأنها محسوسة، ظواهر محسوسة، وهي تراها يوميا تحصل في الشارع وفي المصنع وفي السوق وفي كل مكان. إذن الأمور متداخلة، ولكن للإعلام دور أساسي بالتأكيد في كشفها وفي تحشيد الجماهير. عندما تحدث عن الإعلام التحدث عن كل الإعلام، سواء كان إعلام مع المتظاهرين أو إعلام ضد المتظاهرين. نعم. وطبعا كل الأنظمة العربية تملك شبكات الإعلامية، سواء كانت الرسمية أو كانت عبر قنوات خاصة أو بشكل غير مباشر. هل الإعلام الرسمي أو الإعلام الذي يقف مع نظام الرئيس اليمني أو مع نظام رئيس مبارك سابقا طبعا، وحاليا مع نظام الرئيس السوري، هل كل، وطبعا في إيران الإعلام الموجه فيما يتعلق بموضوع البحريني أو في مناطق أخرى، هل هذا الإعلام استطاع الحد من موجة الربيع العربي، استطاع الشك في هذا الربيع العربي وإطفاء نوع من القول أن هناك مؤامرة ومندسين ومخربين وجرذان وكل هذه العبارات التي تستخدم؟ هو له تأثير دون شك، لا يمكن أن نهمل هذا الإعلام، خصوصا وأن هناك يعني الجهل أيضا موجود في شرائح كبيرة من المجتمعات العربية والإسلامية، فربما يصدق أحيانا بهذا الإعلام المضلل. يعني هذا ليس إعلاما في الحقيقة، إنما تضليل. فهو ربما أثر على بعض الناس، ولكن في نهاية المطاف هناك إعلام وهناك إعلام مضاد. خلال الفترة السابقة رأينا أن هناك نوع واحد، أن هناك نوعا واحدا من الإعلام، وهو الإعلام الرسمي، الإعلام الحكومة الذي تقف وراءه الأنظمة والحكومات والمتنفذون. الآن هناك إعلام وإعلام مضاد، على الأقل هناك جدل في الجانب الآخر، إن جاء يعني النظام وأتباع النظام إن جاءوا بقصص مختلقة وأخبار ربما غير صحيحة وغير دقيقة وصور ملفقة، هناك من يواجه ويجابه هذه الأخبار وهذه الصور وهذه المجادلات. إذن هناك إعلام وإعلام مضاد. أريد أن يعني أخ معك عند المقارنة المهنية نوعا ما لهذه. أولا، هناك من اعتبر أنه تحولت قنوات الفضائية خصوصا المهيمنة على الإعلام بشكل عام إلى أدوات غير مهنية، بمعنى أنها بروباغندا وتحشيد ودفع الناس أو الدفاع عن أنظمة بشكل أو بآخر. هل هذه التجربة حاليا من خلال مشاهداتك اليومية لهذا الإعلام، أيا كانت هوية الوسيلة الإعلامية، هل هذه التجربة بدأت تقلق، بدأت تعتبر أن المهنة في خطر والمهنية في خطر أيضا؟ أنا أرى أنه من غير المجدي بصراحة أن تمارس مثل هذه، يعني رأينا أثناء الربيع العربي أن بعض وسائل الإعلام وقفت إلى جانب الأنظمة قليلا، وقفت لفترة من الزمن، لكنها أدركت لاحقا أن هذا الوقوف أضر بمصداقيتها، أضر بمدى انتشارها، وأدرك كثيرون من المقيمين عليها من القائمين عليها أن هذا النوع من التضليل ومن الإعلام هو غير مجدي، وهو واضح، لأنه لا تستطيع أنت أن تخفي ما يحصل. هناك وسائل إعلام أخرى منافسة هي التي ستكشف كل شيء للمشاهد والمتلقي. إذن انعدام المهنية عند بعض وسائل الإعلام سوف يجردها من المشاهدين، من المتلقين. هناك الآن، دعني أخذ العراق كمثل، هناك الآن عشرات القنوات الفضائية في العراق، ولكن من يشاهدها؟ لا يشاهدها أحد. لماذا؟ لأن الناس تعرف
حتى بالرغم من محدودية معلوماتها، لكنها تعرف أن الوسيلة الإعلامية الفلانية هي تدار من قبل الحزب الفلاني، أنها تطبل لشخص الفلاني، أنها لا تقول الحقيقة. لذلك ترى أن وسائل الإعلام المهنية هي التي تفوز في نهاية المطاف، هي التي مهنية حتى لو كانت تنتمي إلى حزب معين أو إلى فكرة معينة. هو مجرد الانتماء هو يخل في المهنية. الانتماء إلى حزب، الانتماء إلى مدرسة فكرية معينة في الإعلام هو في الحقيقة انحياز. وبالتأكيد الانتماء والتمويل من قبل الأحزاب هو خلل في المهنية. لكن هناك يعني طبعا في الإعلام الدولي أيضا، وهو طبعا يعني ملاحظة يجب الإشارة إليها، أن ليس هناك إعلام محايد بالمعنى الطوباوي المثالي. دائما الإعلام ينتمي إلى رأس مال أو ينتمي إلى حزب أو تيار أو فكرة معينة، سواء كان اسمه سكاي أو سي أن أن أو فوكس نيوز، أو كان اسمه جزيرة أو عربية أو نعم. أو أي قناة أخرى نعم. عراقية نعم. وهنا يجب التمييز ما بين المهنية وما بين الانتماء. نعم. الذي أتكلم عنه هو المهنية، استخدام أدوات جديدة في الإعلام. نعم. الاتكال على شهود العيان مثلا. نعم. الاتكال على روايات الفيسبوك أو روايات اليوتيوب. هل كل هذه الأدوات بإمكاننا التعويل عليها في وقت كان يجب التعويل على مصدرين للأخبار في السابق؟ كان يجب معرفة من هو المصدر، الاسم، الصفة، كل ذلك. هل نحن أمام وهم إعلامي، أمام مارد إعلامي يعطينا أخبار هي أشبه إلى الإشاعات؟ طبعا هناك أخطار يعني كثيرة من هذا النوع، أنه هناك أحيانا تحصل يعني غموض، ولكن يعني وجود وسائل الإعلام في كل مكان، وجود وسائل الاتصالات في كل مكان يبدد مثل هذه الشكوك ومثل هذا الغموض. طبعا المهنية التي يعني نتحدث عنها هنا أنه القدرة على إيصال الحقيقة، القدرة على إيصال الرأي ورأي الآخر للمشاهد والمتلقي. هل وسائل الإعلام غير المنتمية، غير الموجهة، هل تمتلك مثل هذه القدرة؟ هل تمتلك القدرة على إيصال المعلومة إلى الآخر حتى لو كانت هذه المعلومة تضر بتوجهات هذه الوسيلة؟ هنا تكمن الإشكالية في الانتماء. طبعا يعني بإمكان وسائل الإعلام أن تكون محايدة دون شك، يعني القول أن وسائل الإعلام كلها لا منحازة بدرجة أو بأخرى، أنا أعتقد أن هذا خطأ، لأنه بإمكان وسيلة الإعلام أن لا يكون لها هدف سوى نقل الحقيقة. هدفها هو الجماهير، هو المتلقين، إيصال الحقيقة وإيصال كل الآراء إلى المتلقي، هو هذا هدف، يعني هذا هو هدف وسائل الإعلام المستقلة المحايدة. أما وسائل الإعلام الأخرى التي هي مستقلة بقدر ما، هذه ليست مستقلة، ولكن المشاهد والمتلقي الآن قادر على التفريق بين وسائل الإعلام المنحازة وسائل الإعلام غير المنحازة، وسائل الإعلام التي تقدم له خفايا الأحداث، ووسائل الإعلام التي تخفي بعض الأحداث الظاهرة. أنت ترى الآن في وسائل الإعلام هناك أحداث كبيرة تهمل أو تترك إلى يعني إلى في إلى يعني أدنى سلم الأولويات. هذه مشكلة، والمشاهد يدرك ذلك، وقد رأينا مع بداية الربيع العربي هويات وسائل الإعلام التي تطرح نفسها بأنها مستقلة. هل هي فعلا مستقلة؟ المشاهدون يعرفون من هذه الوسائل هو محايد مستقل، ومن منها غير مستقل. هل بسبب هذه الملاحظات أستاذ حميد الكفائي بدأت تشعر أنك لا يمكن أن تتلقى الأخبار من هذه الفضائيات، تتحدث عن الإعلام الآخر أيضا، بشكل كسول، أصبحت تستفز فيك روح النقد؟ نعم. بالتالي أن لا تقبل بما يقال، وهل هذه الحالة التي وصلنا إليها أصبحنا نشكك بكل ما يصدر من أخبار قد تطرح مصداقية حتى على جماهيرية
هذه الوسائل. بالتأكيد الكثير من وسائل الإعلام فقدت جماهيريتها وفقدت الكثير من مشاهديها ومتلقيها بسبب إدراك هؤلاء المتلقين والمشاهدين أنها غير محايدة. فلهذا مطلوب من وسائل الإعلام أن تبرز قدرا من الموضوعية، أن تقدم قدرا من الرأي الآخر. لا نقول كل رأي الآخر الذي ربما يعري الممول لهذه الوسيلة أو الداعم لهذه الوسيلة، ولكن قدرا عليها أن تبرز قدرا من الرأي الآخر من الموضوعية، كي تتمكن من الحفاظ على مصداقيتها وعلى جماهيريتها. ولكن بالتأكيد الكثير منها فقد المصداقية. الربيع العربي كشف الكثير من الخبايا والخفايا التي كانت ربما غائبة سابقا. الآن اتساع الاتصالات واتساع وسائل الإعلام جعل الكثيرين يشككون بكل شيء، ولكن بالتأكيد بناء المصداقية هو عملية مستمرة وليست عملية تبنى وتترك. يجب أن تبنى باستمرار وتدعم وتعزز، أن تسعى وسائل الإعلام إلى أن تأتي بكل الآراء وبكل الأحداث التي تهم المتلقين، كي تتمكن من البقاء. وإلا فإن المنافسة سوف تزيحها جانبا، وهذه هي الساحة. الآن هناك عشرات بل مئات من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة الإلكترونية والورقية التي تزدحم بها الساحة. والآن وسائل الرقابة لم تعد مجدية مثل ما كانت في السابق. بإمكان وسائل الإعلام أن تصل إلى المتلقين في كل مكان ومن أي مكان. أستاذ حميد الكفاء، أريد أن أنتقل بك كمثال للمثال العراقي، طالما حضرتك مواطن عراقي وأيضا مراقب للشأن العراقي الإعلامي، وخصوصا أن العراق يعني نبتت التيارات السياسية أو ما تسمونه حضرتكم بالجماعات أو المجموعات أو السياسية المعينة، وأصبح هناك مال يستثمر في خلق وسائل إعلام. إلى أي درجة وسائل الإعلام استطاعت أن تخلق رأي عام يتناسب مع وسيلة الإعلام؟ بمعنى أن من يناصر حزب الدعوة في مصر هو ما إعلام حزب الدعوة، هو سيصدق إعلام حزب الدعوة ولن يهتم لإعلام حزب آخر. وطبعا ينطبق الأمر على الأكراد أو على الشيعة والسنة في العراق. مسألة مهمة، هل الإعلام يستطيع أن يخلق رأي عام أم أنه يتوجه إلى رأي عام خالص منتهى؟ هو أعتقد أن الاثنان صحيح، أنه هناك بعض الناس خصوصا من محدودي الثقافة والتعليم ربما يصدقون بوسائل الإعلام الحزبية، وربما تدفعهم أهواؤهم وعواطفهم إلى تصديق الإعلام الموجه ووسائل الإعلام الموجهة. ولكن وسائل الإعلام غير الموجهة، وسائل الإعلام المستقلة نوعا ما والمحايدة، بإمكانها أن تصنع رأي عام، لأنها تأتي بالآراء المختلفة من كل الأحزاب. يعني ربما وسائل الإعلام الحزبية لا تأتي بالمنتقدين، ولذلك ترى أنه أنت بعض الوجوه وبعض الأصوات اختفت من وسائل الإعلام العراقية. لماذا؟ لأن وسائل الإعلام، أكثر وسائل الإعلام في العراق هي وسائل غير محايدة وغير مستقلة، هي تابعة لأحزاب، تابعة لمؤسسات لها توجهات معينة، مؤسسات دينية أو سياسية ولا آخره. لذلك ترى أن الأصوات المستقلة اختفت تقريبا إلا ما ندر، والسبب هو هذه عدم الاستقلالية. بإمكان وسائل الإعلام غير المسيسة غير الحزبية أن تصنع رأيا عاما قادرا على فهم الأوضاع، بدلا من أن خلق رأي عام منحاز ومحايد ومتشنج. لأن وسائل الإعلام الحزبية وغير المستقلة تخلق مثل هذا الرأي، تخلق آراء متشنجة، وهي تحرك الشارع باتجاه
أو بآخر وربما باتجاهات متضاربة ومتعاكسة. لكن استطاعت أن تصنع رأي عام، استطاعت أن تحول عراقي من رأي سياسي إلى رأي آخر مثلا؟ أعتقد أن بإمكانها أن تفعل ذلك، وبالتأكيد كل ما نراه الآن من حراك سياسي سببه هو وسائل الإعلام التي تبرز هذه الآراء والتي يقتنع بها هذا. هناك الإشكال السياسي أو إشكال يعني حتى أخلاقي في العراق هو مسألة الطائفية ومسألة القوميات وكل ذلك. هل هناك وسائل إعلام تجاوزت كل ذلك وتريد أن تطرح ما هو ما فوق الطوائف، ما فوق الأديان، ما فوق الإثنيات والقوميات؟ وهل أولا هل تملك المال اللازم لذلك؟ وهل هي بدأت تصبح مسموعة مخترقة للاصطفافات التقليدية الموجودة حاليا، وعلى تكلم عن سنة شيعة أكراد تركمان كل ذلك؟ طبعا هي هذه يعني هذه الاصطفافات لا تزال قائمة، وللأسف هناك من يذكي هذه المخاوف عند البعض، مخاوف الشيعة من السنة، مخاوف الأكراد من العرب، مخاوف السنة من الشيعة. يعني هناك وبالتأكيد بعض وسائل الإعلام مسؤولة عن إذكاء مثل هذه الاختلافات ومثل هذه الاصطفافات، ولكن بالتأكيد هناك إدراك أوسع الآن، يعني في السنوات الأخيرة هناك إدراك أوسع حتى بين السياسيين أن الطائفية والانحياز وهذا التشنج والاصطفافات والاستقطاب ليس في صالح أحد، حتى أولئك الذين يعتقدون أنه في صالحهم هو لم يعد في صالحهم، لأنه هناك أيضا إدراك من قبل الناس أن هذه الاصطفافات لم تنفع أحدا، لم تأتي بالخدمات، لم تأتي بالأمن، لم تأتي بالتعليم، لم تأتي بالصحة والآخره. هناك إدراك، وهذا الإدراك أعتقد أن وسائل الإعلام بدأت تقوده، هو تشكل، وهناك وسائل الإعلام شكلته أيضا، ساهمت في تشكيله على الأقل، وبالتأكيد ستكون هناك وسائل إعلام تقود مثل هذا التوجه، وربما نشهد في المستقبل غير البعيد اختفاء وسائل الإعلام الحزبية، لأن وسائل الإعلام الحزبية أصبحت محدودة الآن. في التجربة العراقية كبرى الفضائيات، هل استطاعت أن تعتمد على سوق إعلاني عراقي؟ وهذا شيء مهم، لأنه إذا في اعتماد على سوق إعلاني ففي اعتماد على القطاع الخاص، ففي ابتعاد عن كل ما هو حزبي وكل ما هو عام. هناك وسائل إعلام اعتمدت على الإعلان، ولكن الإعلان السياسي. الإعلان السياسي. نعم. الإعلان التجاري لا يزال محدودا بسبب يعني إذا تحدثنا عن العراق بسبب اضطراب الوضع وبسبب غياب الأمن أو يعني تدهور الأمن، الإعلان التجاري لا يشكل مصدرا مهما لوسائل الإعلام، ولكن الإعلان السياسي في الانتخابات وما أكثر الانتخابات في العراق، انتخابات محلية، انتخابات يعني برلمانية، وانتخابات أو استفتاءات ولا آخره، بالتأكيد كثير وسائل الإعلام حصلت على أموال طائلة من المال السياسي. هل لاحظت أن المشاهد العراقي، سننتقل طبعا المشاهد العربي في القسم الثاني، لكن هل لاحظت أن المشاهد العراقي هو يتجول بين ما هو معروض أم أنه ملتزم بما يتناسب مع مزاجه وهو إما السياسي إما الطائفي؟ أعتقد أن كل مشاهد يتجول، ليس هناك ولاء محدود، ولكن أنت تعرف مدى الولاء من خلال ترتيب القنوات. إذا تحدثنا عن التلفزيون أنه القناة الأولى، من هي القناة الأولى ومن هي القناة رقم 50 مثلا، ولكن التنقل موجود، وبالتأكيد هناك تفضيل عند البعض لهذه القناة أو تلك، هناك توجه معين، بعض الناس لا يزال يبحث عن ما يريحه من الآراء، يعني لا يريد أن يسمع رأي الآخر. لذلك مثلا بعض القنوات انحسرت، بعض القنوات الشائعة في العالم العربي في كالجزيرة مثلا انحسرت، تراجعت لصالح ما هو تراجع. أريد في القسم الثاني أن أبدأ بهذه المسألة جدا لنفهم أيضا هذه العلاقة ما بين الجمهور المشاهد وبين وسائل الإعلام. سأنتقل بك أيضا إلى الإعلام الإلكتروني والإعلام الورقي بعد الفاصل، ابقوا معنا. سجلت في القسم الثاني الإعلام العربي نقاش في مسار مرتبك، نحاول نقاش هذا الموضوع مع الأستاذ حميد الكفائي، هو باحث وأكاديمي وكاتب
سياسي. في المسار المرتبك أيضا هذا الإعلام العربي اليوم، الإعلام العربي هل يعني الإعلام الناطق باللغة العربية؟ بمعنى هل الفضائيات العربية الصادرة في روسيا أو في فرنسا أو هنا في بريطانيا، تحدث عن بي بي سي أو فرانس 24 أو راشا توداي، هل تعتبر إعلام عربي أو ناطق بالعربية أولا؟ ثانيا هل المشاهد العربي، حتى يعني نبتعد عن كلمة المواطن، نقول المشاهد العربي مهتم بأخبار العرب أم أنه مهتم بأخبار البيت؟ المشاهد العراقي يريد أخبار وإعلام عراقي، الهم المصري يريد إعلام مصري، الهم اللبناني أو السوري أو المغربي كل ذلك. أين أصبحنا من كل ذلك حاليا؟ هو العالم يتجه، يعني الإعلام كله يتجه نحو التداخل والعالمية، ولكن في نفس الوقت هناك توجه إعلامي أيضا كما تعرف، هو نحو التخصص. مثلا بعض وسائل الإعلام بدأت تتخصص، يعني عالمية لكنها تتخصص، تخصص نشرات مثلا، النشرة العراقية، النشرة المصرية، النشرة المغاربية، لأنها تدرك أيضا أن المشاهد، أن بعض المشاهدين أو أن شريحة كبرى من المشاهدين هم يريدون أن يعرفوا شؤونهم من خلال وسائل الإعلام، لذلك فهم يتوجهون. مثلا أنا أشاهد نشرات عراقية أو أشاهد نشرات سودانية أو مغاربية كي أطلع على ما يجري في تلك البلدان. هناك قدر من التخصص، هناك قدر من العالمية أيضا. المشاهد العربي يريد أن يعرف ما يحصل في العالم لأنه جزء من هذا العالم، هو يريد أن يعرف التقدم التقني والاجتماعي والاقتصادي الحاصل في بلدان أخرى كي يقارن بين ما يحصل في هذه البلدان. تقول في القسم الأول أن القنوات الفضائية المعروفة الكبرى تراجعت في أولويات المشاهد العراقي، وبالتالي العراقي أصبح يهتم أيضا بما من استقبل المالكة ومن ودع هشار زيباري أكثر من ما يحصل في تلك الدولة. أو يعني الاستقبال والتوديع أعتقد لا أحد يستسيغه في لكن لا في العراق مثال على المحلية يعني. نعم، وسائل الإعلام التي لا تزال يعني تمارس أو تضع مثل هذه الأخبار أعتقد أنها يعني تضر نفسها أكثر من غيرها. من منا يريد أن يعرف من هو الذي استقبل من؟ نحن نريد أن نعرف، المشاهد يريد أن يعرف ماذا يحصل، وهذا الذي يحصل كيف يؤثر على حياته وعلى أمنه وعلى مصادر رزقه وإلى آخره. لذلك وسائل الإعلام معنية برأي المشاهد. ماذا يريد المشاهد؟ المشاهد يريد أن يعرف عن الأشياء التي تؤثر على حياته اليومية وحياته المستقبلية. بالتأكيد يعني وسائل الإعلام بدأت تبتعد يعني عن هذه عن هذا يعني التركيز على حياة السياسيين ومن قام باستقبال من. تحدثت أنت عن الإعلام وهل أن الإعلام غير الناطق بالعربي هو إعلام عربي أو لا؟ يعني هذه مسألة، من ناحية هو إعلام عربي لأنه يغطي أحداث العالم العربي. يعني مثلا لو تأخذ البي بي سي، هي البي بي سي العربية، أولويات البي بي سي العربية تختلف عن أولويات البي بي سي العالمية. لماذا؟ لأنها تخاطب المتلقي العربي، هي تدخل ضمن الإعلام لكن العربي. الأجندة تختلف، الأجندة البريطانية أو الأجندة الفرنسية أو الأجندة الروسية في وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية تختلف تماما، ولا أعرف إذا تختلف بشكل إيجابي أو بشكل سلبي في هذا الشأن. هي تختلف من حيث أنه هناك توجهات في كل بلد، هناك توجهات ليست بالضرورة مفروضة على وسائل الإعلام، ولكن هناك توجهات تفرضها طبيعة البلد وطبيعة الحراك الاقتصادي والسياسي. فهذه التوجهات هي تفرض نفسها على الأولويات الإعلامية، ولكن في نهاية المطاف وسائل الإعلام الأجنبية الناطقة بالعربية هي أيضا تتوجه إلى البلدان العربية، وهي أيضا تأخذ بنظر الاعتبار ما يفكر به المواطن العربي، لأنها لا تأتي له بالأخبار التي لا تثير اهتمامه أو لا تتعلق بحياته، هي تأتي له بما يريد
وما يفضل وما يؤثر في حياته. لذلك نرى مثلا في إعلام في الإعلام الأجنبي الناطق بالعربية أن القضية الفلسطينية مثلا على الأقل في السابق تتصدر وتتصدر نشرات الأخبار. القضية العراقية، قضية الربيع العربي الآن في كل مكان، في يعني تتصدر. القضية السورية الآن تتصدر نشرات الأخبار في البي بي سي وفي فرنسا 24 وفي روسيا اليوم وإلى آخره. لماذا؟ لأن هذه الوسائل الإعلامية بالرغم من أنها أجنبية لكنها تتوجه إلى المشاهد العربي. بالإمكان اعتبار هذه الوسائل وسائل إعلام عربية، ولكن هل هويتها عربية؟ بالتأكيد لا، لأن هويتها أجنبية. حول الكلام عن وسائل الإعلام، هناك من كتب أن التويتر والفيسبوك واليوتيوب والويب سايتس والجرائد والمجلات والفضائيات كل ذلك هي وسائل. نعم. أما الأهمية هي في مضمون ما نعم. ينشر على هذه نعم. الوسائل. هل برأيك تقنيات الحديث الوسائل بدأت تؤثر على المضمون، وخصوصا تويتر الذي يطلب منك 150 أو 130 حرفا، الفيسبوك في عجلته، الفضائيات في مناقشات السريعة، تداول السريعة للأخبار، الجريدة الذي ما زالت يعني تنافس وتحاول أن تنافس، هل الوسيلة بدأت تؤثر على المضمون؟ بالتأكيد الوسيلة تؤثر على المضمون. لا يمكن لك مثلا، لنأخذ وسائل الإعلام الإلكترونية، وسائل الإعلام الإلكترونية تحدد يعني التقرير ب 400 300 400 كلمة، لأن أكثر من ذلك يعني من خلال التجربة وجدوا أن أي خبر يعني يتجاوز 300 400 كلمة، ربما في الحد الأقصى 500 كلمة، لا يقرأه أحد، لأن المشاهد المتلقي الزائر لوسائل الإعلام الإلكترونية لا ليس لديه الوقت كي يقرأ مقالات وتقارير مطولة. هو يعتمد على الصورة ويعتمد على الخبر القصير. فوسائل الإعلام وجدت أن النفاذ إلى المشاهد، إلى المتلقي الزائر، ماذا تسميه، كل وسيلة إعلامية تسمي المتلقي بشكل مختلف، أن هذا المتلقي هو لديه وقت محدود ويجب أن يستثمر هذا الوقت المحدود بطريقة بحيث أنك توصل إليه المعلومة بأقصر وقت. وهذا يتم من خلال اتخاذ بعض التقنيات، مثلا وضع صور أو تقليص المساحات المخصصة للكتابة، أو وضع بعض ما يسمى ب يعني الزوايا يعني التي تشير إلى خبر معين أو إلى رأي معين، بحيث أنك تستطيع أن تعرف الخبر من بعض يعني هذه المانشيتات هنا وهناك. المشاهد الحديث المتلقي العصري لا يمتلك الوقت الكافي لكي يطلع بالعمق في كل على كل شيء، لذلك هو يريد أن يعرف. نحن نتحدث عن ليس عن كل الناس، ولكن عن معظم الناس الذين يتصفحون وسائل الإعلام الإلكترونية أو يشاهدون عبر الكمبيوتر أو هو وقته محدود، وهو يريد أن ينتقل، يريد أن يعرف أكبر قدر ممكن من الأخبار ومن المواضيع والصور في أقصر فترة ممكنة، لذلك بالتأكيد يؤثر على المضمون. هناك طبعا كارثة هكذا يقال تهدد الإعلام الورقي، طبعا هذه كارثة دولية نوعا ما. أولا، هل هذا صحيح؟ هل انتهى عهد الإعلام الورقي، علما أنه في تجارب جديدة في العالم يعني أصدرت إعلام إلكتروني ثم عادت بعد ذلك إلى الإعلام الورقي؟ هي أولا. ثانيا، هل ما زالت مصداقية الخبر أو المقال أو الفكرة ما زالت هي الأكبر والأقوى عندما تنشر في إعلام ورقي على أن تنشر في إعلام إلكتروني مثلا؟ هو طبعا الإعلام الورقي في طريقه إلى النهاية، والآن نرى أن عدد الجرائد والمجلات التي تصدر ورقيا بدأ يتقلص. لماذا؟ لأن أكثر الناس بدأت تشاهد وسائل الإعلام، تشاهدها عبر الإنترنت. إذن لماذا يذهب ويشتري
يعني المجلة أو الجريدة، لا داعي لذلك. أكثر الناس بدأت تتصفح يعني الإعلام الورقي، تتصفحه عبر الإنترنت. لذلك الإعلام الورقي لا يزال هناك مجال له، وهو مثلا في القطارات وفي الطائرات أكثر يعني الناس تتصفح الجرائد والمجلات. هناك يعني وقت تريد أن تقضيه في تصفح المجلات وتصفح الجرائد، ولكن خلاف ذلك لا أحد يريد أن يتصفح. هو دائما يعمل، كلنا نعمل وأمامنا جهاز كمبيوتر وفيه إنترنت، وبإمكانك أن تطلع على آخر الأخبار عبر الإنترنت. لذلك فأخبار الأخبار الورقية هي أخبار اليوم السابق. حضرتك كاتب أيضا، هل تشعر أنه مقالك عندما يصدر في جريدة ورقية وقعه له مصداقية أكثر من أن يصدر في موقع إلكتروني؟ بالتأكيد نعم. هذا له علاقة بالثقافة أم له علاقة فعلا؟ أعتقد ربما قدر من التقليدية، نزال نحن الجيل القديم لا نزال متمسكين بالإعلام الورقي. أنا لا أشعر يعني أنني نشرت إذا لم ينشر على الورق، لا ينشر ما أكتبه على الورق. وهناك وهذا حال كثيرين يعني من الكتاب. لكن هذا له علاقة بالعرب أم له؟ لا حتى في لا هو لا يزال يعني. لا ننسى أن التحول، هذا التحول حدث سريعا يعني. في مطلع التسعينات لم تكن هناك يعني إنترنت، مطلع التسعينات ليس هناك إنترنت وليس هناك إعلام، وحتى الجامعات لم تستخدم الإنترنت إلا في نهاية التسعينات وبداية الألفين. إذن العملية لا تزال جديدة، وربما خلال 10-20-30 سنة يتغير كل شيء، ولكن في الوقت الحاضر لا يزال الإعلام الورقي له قدر من الأبهة، له قدر من الثقل عند الناس وعند المتلقين. لا نزال نحن يعني في الأربعينات والخمسينات والستينات لا نزال نستخدم الإعلام الورقي، ونشعر أن ما يكتب فيه هو أكثر يعني إتقانا وأكثر مسؤولية. يعني المشكلة في وسائل الإعلام الإلكترونية أن المسؤولية قد انعدمت عند بعضها، لأنه لا يوجد قانون الآن في العالم يتعامل مع وسائل الإعلام الإلكترونية. بإمكان وسائل الإعلام الإلكترونية أن تنشر ما تشاء، خصوصا غير المسؤولة منها أو الجديدة أو كذا، ولا أحد يحاسبها. لماذا؟ لأنه ليس هناك قانون دولي، لأن أنت لا تعلم أين يقيم القائمون على هذه الوسيلة الإعلامية الإلكترونية. قد يكونون في جيبوتي أو في، لكن على الأقل تقنيا بالإمكان منع هذه الوسيلة من دخول هذا البلد أو لا؟ عفوا، تقنيا بالإمكان منع هذا الموقع الإلكتروني من بالإمكان بالإمكان، ولكن في بعض الدول لا تتبنى مثل هذه السياسة. مثلا في البلدان الغربية ليس هناك موقع يمنع إلا إذا كان الموقع يعني يشجع الإرهاب أو يضع صور فاضحة وصور خلاعية. بالتأكيد هناك من يستطيع منعه، ولكن وسائل الإعلام، نحن نتحدث عن الأخبار ونشر الأخبار، هناك وسائل إعلام تنشر أو وسائل إعلام إلكترونية، مواقع إلكترونية تنشر أشياء غير دقيقة، وهي تعرف أنها غير دقيقة وتعرف أنها افتراءات على آخرين. وللأسف لا يوجد قانون. مثلا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة أنت تعرف أين تقيم وتعرف من القائمين عليها، ولكن بعض وسائل الإعلام الإلكترونية لا تعرف عنها شيئا، لذلك انعدمت المسؤولية. وفي ظل غياب قانون دولي يحاسب وسائل الإعلام الإلكترونية يكون بإمكانها أن تفعل ما تشاء. إلى أي حد تشعر أن المال السياسي هو من يتحكم بهذا الإعلام، سواء كان فضائي ورقي أو إلكتروني، وبالتالي كل ما دفع مال أكثر، كل ما قدمت الوسيلة بشكل الأبهى وبإمكانها السيطرة على عقول الناس أكثر، بأي حال تشعر أن هذا الربيع العربي حتى الآن لم يلامس هذه المسألة، مسألة أن يخرج إعلام مهني موضوعي وأيضا نزيه في موضوع المال السياسي؟ المال لا يزال يتحكم بوسائل الإعلام، هذا بالتأكيد صحيح، ولكن أيضا أهمية المال قلت. بإمكان أي إنسان أن يفتح موقعا إلكترونيا بأقل التكاليف.
وبإمكانه أن يوصل صوته، وإن تمكن أن يأتي بالمادة المرغوبة من قبل المتلقين بإمكانه أن يصل. وعندها والكثير من وسائل الإعلام الإلكترونية تمكنت من النفاذ إلى جماهير واسعة من خلال تقديمها لمواد مطلوبة وغير موجودة في وسائل الإعلام الأخرى. ولكن المال بالتأكيد له لا يزال مؤثرا، خصوصا عندما تريد لوسيلة الإعلام أن تكون عالمية، أنك تحتاج إلى مراسلين وتحتاج إلى يعني من يخبرك بما يحصل في بلدان أخرى. فكل شيء يعتمد على مدى اتساع الوسيلة الإلكترونية وعلى انتشارها وطبيعة المتلقين الذين تهدف إلى الوصول إليهم. هل هم بحاجة إلى أن يعرفوا عن الصومال وعن العراق وعن المغرب وجنوب أمريكا، أم أنهم يريدون أن يركزوا على معلومات معينة تقنية أو أي شيء التي هي متوفرة دون عناء؟ هل التشريعات حاليا، يعني هناك تجارب بعد سقوط بعض الأنظمة وقيام أنظمة أخرى وانتخابات وكل ذلك، لم نعد، وهناك جدل دائما حتى في تونس، هناك جدل حول حرية الإعلام واستخدام الإعلام، في جدل أيضا في مصر حول هل تستطيع أن تخرج بوسيلة إعلام أم لا. أيضا طبعا دول أخرى قابلة يعني جاهزة لكي ينتقل الجدل إليها. لماذا حتى من قبل الأنظمة الجديدة ما زال هناك خوف هلع من هذا الإعلام؟ هو الإعلام يخيف كثيرين، وخصوصا الأنظمة غير المستقرة هي تخشى من أن يتسبب الإعلام في زعزعة استقرارها. نحن نرى أن في الدول الغربية لا تخشى من الإعلام إلا نادرا، يعني الإعلام الذي يعني رأينا ما حصل مع ويكليكس وكيف هزت عروش حتى الغربيين، ولكن هذا في الحقيقة هو هذا تسريب ولبعض يعني الممارسات غير القانونية وغير الصحيحة التي مارسها بعض المسؤولين. وسائل يعني الأنظمة العربية لا تزال يعني لأنها غير مستقرة، لأنها غير يعني لا تزال تعتمد على الأشخاص، فهي تخشى من وسائل الإعلام، تخشى من كشف بعض الممارسات غير القانونية وغير التي لا يرتضيها الناس، لأنها لا تزال غير خاضعة للقانون. لو كانت لدينا دول تتمسك بالقانون وتريد أن تبني دولة عصرية، إذن هي لا تخشى، بالعكس وسائل الإعلام تبني الدول، ووسائل الإعلام هي التي تصحح المسارات الخاطئة في مسيرة السياسي وفي مسيرة الاقتصادي وفي مسيرة المؤسسات. وسائل الإعلام هي التي ترفدها بالمعلومات وتعطيها ما تحتاجه من زخم وما تحتاجه من معلومات ومن جماهير أيضا. للأسف في بلداننا لا نزال الأنظمة ضعيفة، لأن دولنا لا تزال ضعيفة، ووسائل إعلامنا أيضا هي ضعيفة، هي الأخرى ضعيفة، خلال تجربتنا والمهنية لا تزال أيضا جديدة في العالم العربي. هل ترى شيء طبيعي في المنطقة رغم كل التقدم الرائد في موضوع الإعلام وخروج فضائيات في مستواها العالي ماليا وتقنيا أيضا، لكنها ما زالت جزء من النظام السياسي والاجتماعي والمالي، لم تخرج عن كل ذلك؟ لم تخرج، لأنها مثل ما قلت أن الأنظمة العربية لا تزال أنظمة تقليدية لا تحاول أن تتطور، هي تحاول أن تطور بعض الأشياء لكن تبقي على النظام. هذا غير ممكن، يجب أن يتطور كل شيء، يجب أن يتطور النظام السياسي. النظام السياسي عندنا لا يزال تقليديا دعنا نقول، وهذه التقليدية تحاول أن تنس يعني يراد لها أن تنسحب على كل شيء حتى على وسائل الإعلام. هي تستخدم كل الوسائل الحديثة يعني في الوصول إلى المتلقي وفي الصور وفي الاستوديوهات، لكنها لا تزال لا تفعل الطرق الحديثة المهنية في الوصول إلى المعلومة وفي إيصال المعلومة. هل تشعر ولو في لحظة تيأس أنه لولا هذا الإعلام لكنا بأمان، لو كان الوضع أفضل، أنه هذا الإعلام يساهم في قسمتنا، يساهم في طائفيتنا، يساهم في أعلى مستوى العنف عندنا، يساهم في هذه الثورات والثورات المضادة، أم تشعر أنها أصبح ضرورة؟
أنا أشعر أن الإعلام هو ضرورة، وحتى لو أنه يمارس دورا سلبيا في بعض الأحيان، وهو كذلك يمارس هذا الدور في الكثير من البلدان. والإعلام من هو؟ نحن الإعلام يعتمد على الجماهير، على الإعلاميين، على المتنفذين، على الحكومات، الكل يشارك في الإعلام، الإنسان العادي يتلقى ويساهم، والصحفي أيضا يأخذ الأخبار ويعطيها للمتلقين، والممول، الكل يساهم في وسائل الإعلام. الطائفية والانحياز والتعصب كلها أمور موجودة عندنا، هذه ظواهر يجب أن نعالجها عبر وسائل الإعلام وعبر التثقيف وعبر التعليم، ولكن لا يمكن أن نهرب. نحن لدينا مشاكل كثيرة يجب أن نتعامل معها. صحيح أن بعض وسائل الإعلام ربما تذكي الصراعات، ولكن هذه الصراعات هي موجودة بسبب لها أسبابها، وقد يكون إذكاؤها بداية لحل هذه المشاكل. لذلك فإن وسائل الإعلام تبقى ضرورية، يعني تبقى ضرورية لمجتمعاتنا، وهي ستقود في نهاية المطاف إلى التطور الذي ينشده الجميع. أشكرك جزيل الشكر أستاذ حميد الكفائي، الباحث والأكاديمي والكاتب السياسي. كنا نحاول نقاش هذا المسار المرتبك للإعلام العربي. شكرا للانتباه، إلى اللقاء. شكرا. أهلا ومرحبا. We'll be right back.